مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. النهاردة 21/6، يعني النهاردة العالم كله بيحتفل بعيد الأب. كل سنة وكل أبهاتنا وكل الآباء يا رب يكونوا بخير وبصحة وبسعادة. طبعا احنا برنامج ستات، يعني برنامج للمرأة، لكن لازم نهني الآباء علشان هم زي ما بنقول ايه العمود الفقري للأسرة. وبنقول ان احنا عمرنا ما كنا متحيزين للمرأة بما اننا برنامج ستات، لا احنا متحيزين دايما لسعادة الأسرة. والمعلومات حضراتكم بقى، عيد الأب ده كان السبب في واحدة ست. أيوة واحدة ست. الكلام ده كان في أمريكا سنة 1909، ولما دعت واحدة ست أو امرأة لإطلاق يوم للأباء زي ما بنحتفل بعيد الأم، وبدأت بقى تحشد كل الدعم للفكرة دي لحد ما احتفلت ولاية واشنطن بأول عيد أب على الإطلاق يوم 19 يونيو سنة 1910. وبعدها اتعممت الفكرة دي في دول كتير لحد لما استقرت أغلب دول العالم على الاحتفال بيه زي النهاردة 21 يونيو. وبما أننا بنحتفل بالأباء النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة، وهي التفاهم ما بين الزوجين. لأن الأسرة إيه غير أب وأم وأولاد؟ بتبدأ بزوج وزوجة. سؤالنا اللي نزلنا بيه الشارع النهاردة، يعني إلى أي درجة ممكن يكون جوزك بيفهمك؟ ممكن قوي راجل بيفهم مراته ببصة عين، يعرف هي متضايقة، هي موافقة على اللي بيقوله. وفي راجل تاني يعني مفيش اللينك ده، مفيش التواصل، مفيش السلك اللي واصل، اللي بيوصل التفاهم ما بين الاتنين. سألنا السؤال ده في الشارع، إلى أي مدى جوزك بيفهمك؟ تعالوا كده نشوف الإجابة كانت إيه من الستات. متفاهمة مع زوجك بنسبة كام في المية لو قلنا percentage؟ 100% غالبا 40. هو أحسن حاجة بيننا التفاهم، يعني أهم من الحب. مفيش حاجة 100%، 100% ده perfection، ومفيش حاجة كمال لله وحده، بس يعني مش أقل من 80-85%. لازم يبقى فيه تفاهم، لازم يبقى فيه مناقشة، لازم يبقى فيه توافق في الآراء. أنا 25% يا دوبك على قدي عشان بقالي 21 سنة، يعني 90% ما كانش أكتر. عشان التفاهم أهم من الحب. لو اتنين يعني مرتبطين بمشاعر بس، الموضوع يعني بيبوظ معاهم بعد الجواز. على الأقل 80%، لأن أهم حاجة التفاهم. التفاهم ده ولا يخليهم يقدروا يكملوا، يعني المفروض 100%، يعني عشان الاتنين يكملوا مع بعض. ما انت عشان بنقول على نسبة نجاح، يعني عشان يكملوا بقية حياتهم مع بعض. ولو في أصل التفاهم بيخلق أي حاجة، بيخلق نجاح، بيخلق أسرة، بيكون بيت كده، فلازم نسبة التفاهم تكون عالية عشان ما يجيش في يوم من الأيام يحصل أي مشكلة ولا يحصل أي حاجة. لو أنت تكلمي بالنسبة لنا يعني 80-20، أنا بحب دايما قاعدة 80-20، يبقى 80 توافق 20 مختلفين فيها نقدر نوصل فيها الحلول. 100% المفروض ان هم مرتبطين. لا هو المفروض يبقى في تفاهم، لو مفيش تفاهم مش هنرتبط، مش هنتخطب. اللي انا شايفاه هيكون 100% عشان يبقى في توافق. ولا ولله الحمد، يعني انا معايا زوجي متفاهمين 30 سنة مع بعض، متفاهمين جامد. بصراحة انا شايف لو التفاهم 100% مش هيبقى حلو، هتبقى الموضوع ممل. لازم يكون في اختلاف عشان نفهم بعض اسرع. على الاقل 70-75%. على الاقل، خصوصا التفاهم. يعني لو قلت لي حب، لو قلت لي لا، تفاهم اهم من اي حاجه. بالنسبه لي تبقى كده 50% وهو 50% عشان يقدروا يبقى عندهم وجهه نظر اكتر ويتناقشوا مع بعض اكتر بكتير. اقل حاجه خالص يعني 90%. طبعا قلت النجاح في الزواج ده حاجه حلوه جدا، بس بين الاثنين لما يكونوا متفاهمين. أكيد التفاهم
مهم جدا. وعلى فكره اللي يعني داخل على جواز وفاكر ان الحب الملتهب هو شعار الزواج كله طول العمر، يعني ده ملوش تجارب في الزواج، لكن التفاهم بيظبط الدنيا. التفاهم بيخلي حتى لما الوهج الرهيب اللي بيبقى في البدايه والاعجاب والحب الملتهب ده بيخف شويه بالروتين وبالحياه يوم بيوم، التفاهم بيبقى يعني ايه رمانة الميزان زي ما بيقولوا. وعلى فكرة التفاهم ملوش علاقة خالص بالملل ولا الزهق. التفاهم معناه من وجهة نظري يعني البسيطة كده ان يبقى في قواعد بنتعامل بيها، ان احنا يبقى في مثلا احترام، نبقى فاهمين ان الزوج ياخد الزوجة بالراحة والعكس صحيح برضو تاخده بالراحة، يفهموا بعض هم عايزين ايه. احنا بشر، لا احنا ملايكة ولا بأجنحة ولا ما حصلناش، لكن على الاقل يبقى في نسبة اكبر من التفاهم، دي هتحل المشاكل كلها بإذن الله. طبعا الفترة الأخيرة بقى سمعنا، مش عايزة أقول بلاغات لأنها ما كانتش بشكل رسمي نظمي في الإقسام، لكن سمعنا في السوشيال ميديا على موضوع الاغتصاب الزوجي. أنا الحقيقة أنا مش هقول رأيي، أنا بس هسأل سؤال، هو إزاي ممكن حد يعني يكشف حياته كده ويعريها على السوشيال ميديا؟ في ناس، في مدرستين في الموضوع. مدرسة بتقول إن أيوة لازم الموضوع ده يبقى معروف وإن هو يبقى مرفوض مجتمعيا علشان الرجالة تبقى عارفة إن في حدود أو خطوط حمراء ما بينهم وما بين زوجاتهم اللي هو أساسها الرضا. لكن في مدرسة تانية بتقول يعني إن كشف الموضوع ده بالشكل ده بيبقى الغرض منه فضيحة، لأن بنشوف ناس ممكن يكونوا معروفين وحصل طلاق وتبدأ الزوجة تشنع على الزوج، يعني زي ما قلت لكم إحنا مش ملايكة. ففي أحيانا هتقدر الست تثبتها إزاي؟ هنقدر احنا عاملين لها فولو على السوشيال ميديا او هنقرا اللي هي كاتباه عن الاغتصاب الزوجي هنصدقها ازاي؟ يعني طبعا احنا مش هنكذب كل الناس، لكن برضو مش هنصدق كل الناس. علشان كده هنتكلم في الفقرة اللي جاية عن الاغتصاب الزوجي، امتى تبقى العلاقة ما بين الزوجين هي اغتصاب فعلا؟ والموضوع ده خطير على فكرة على المجتمع كله، وازاي نقدر تكون المودة والرحمة هي اللي بتحكم حياتنا وبيوتنا. هنتكلم في الموضوع الحساس جدا ده بعد الفاصل. ماشي، زي ما اتكلمنا قبل الفاصل في الانترو بتاعنا، احنا النهاردة بنتكلم على ان الزواج مودة ورحمة على عيننا وعلى راسنا، اكيد لازم يبقى فيه احترام متبادل ما بين الطرفين. لكن في الاونة الاخيرة يعني حصل مصطلح كده بدأ ينتشر اللي هو الاغتصاب الزوجي. المصطلح ده الاغتصاب الزوجي يعني ممكن يكون شيء غريب علينا في المجتمع، لكن يعني هل هو ما بيحصلش في الحقيقة في المجتمع أو من زمان جدا؟ طب إيه اللي حصل خلاه يطلع على السطح ويظهر دلوقتي؟ وهل هو جريمة أخلاقية أو قانونية؟ إحنا النهاردة مش مجالنا القانون، ولكن مجالنا المودة والرحمة ما بين الزوجين. هنعرف إزاي نرجع المودة والرحمة دي ما بين الزوجين. النهاردة ضيفنا هو دكتور أحمد هارون، المستشار طبعا، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي. برحب بحضرتك معانا دكتور. أهلا بحضرتك. علق لي على اللي قلته ده، ويعني بدأ يبقى في حساسية شديدة في الموضوع، وهل هي جريمة أخلاقية الاغتصاب الزوجي؟ خليني يعني حضرتك قلتي في الانترو قبل بداية الفقرة كلام مهم جدا، ليه أكتر من بعد، بيطرح مجموعة من التساؤلات كلها حقيقية وإجاباتها تكاد تكون صادمة تقريبا. بس أستغل الأول قبل ما نتكلم من وجودي مع شخصية راقية زي حضرتك، ونقول للأباء كل سنة وهم طيبين. ده أكيد بدأنا الحلقة بدأنا 21، بس إحنا هنا بنوجه كلامنا دينا هانم لكل أب مش لكل والد. يعني بنقول لكل أب كل عام وهو طيب، مش لكل والد، مش لمجرد أنه هو والد هنهنيه.
احنا هنا بنقصد الاب اللي هو سند في الحياه، مش الوالد اللي هو سبب في الحياه. بنقصد الاب اللي هو ظهر في الدنيا، مش الوالد اللي هو اسم في الدنيا. بنقصد الاب اللي هو قدوه في العمر، مش مجرد والد وعمر يمر. الفرق ما بين المصطلحات هو اللي احنا هنبني عليه اجابه سؤال حضرتك. اتفضل. الاغتصاب الزواجي هو مصطلح غير علمي بالمره. واستخدامه على وسائل التواصل الاجتماعي هو استخدام في رأيي غير مشروع. المصطلح العلمي ده يعني فيه كريتيريا بنحط لها عنوان، يعني فيه أعراض بحط لها تشخيص، يعني فيه سب تايتل بحط لها تايتل. الأعراض أو الكريتيريا أو المحكات أو الشكوى اللي بتتقال هي أعراض لما يعرف علميا بالإساءة الزواجية. ويعرف أيضا بالعنف الأسري، لكن أيوة. مفردة اغتصاب دي جديدة علينا ولم تستخدم علميا ولم يتم نشر بحث علمي واحد. يعني مش إحصائيات خالص. الإحصائيات حساسة جدا على فكرة، أكتر مما تتخيلي. الإحصائيات كلها عن ما يعرف بالإساءة الزواجية أو العنف الأسري. الـ WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية قالت إن الإساءة الزواجية أو العنف الأسري هو ممارسة بعض الأفعال القهرية، يعني فيها غصب من شريك الحياة على شريكته. شريك الحياة في الثقافة الغربية هي عندنا اسمها الزوج في الثقافة العربية. تعريفي الإجرائي، إجرائي يعني من اللي أجريته وشفته وعينته بمختلف حالات حضرتك. بمختلف الثقافات والجنسيات والديانات، اللي هو إيقاع الأذى المادي أو المعنوي، النفسي أو الجسدي، اللفظي أو الحركي، من شخص على شخص آخر في شريك حياة. أوكي. يعني ممكن ده يحصل من الراجل للست والعكس. أوكي. يعني ممكن الست تبقى هي اللي بتقهر. ما سمعناش عن قضايا ان في رجاله بتتعرض للاهانه، بتتعرض للضرب، بتتعرض سمعنا. طيب سمعنا. يبقى اذا العنف الاسري هتحطه تحت التايتل ده، تحت تايتل الاساءه الزواجيه. الكلام بتاع حضرتك علمي جدا، لكن انا كل اللي اخافه ان كلمه الاغتصاب الزوجي من المفهوم اللي احنا فاتحينه النهارده هو العلاقه الجسديه اللي بالغصب. يعني انا اسفه طبعا ممكن يكون في اطفال بيتفرجوا او حاجه وبعتذر، احنا مش هنفسر قوي، لكن عايزه حضرتك تبقى فاهم اقصد ايه. حاضر. 35% من النساء حوالين العالم اتعرضوا للعنف الجسدي او النفسي من شريك الحياه. أوكي. بواقع واحده كل ثلاث زوجات اتعرضت لكده. ياه ده كتير قوي. بس العنف ده مش مقصود بيه مصطلح الاغتصاب الزوجي. أوكي. مقصود بيه اي عنف او اذى مادي او معنوي، لفظي او حركي. حتى لو ضرب. هاجي الاغتصاب الزوجي دلوقتي. اوكي. 70% من النساء اللي تم فحصهم كتير جدا في اكتر من دوله اقروا ان هم تعرضوا للعنف الجسدي او النفسي من شريك الحياه. اوكي. الاي بي اي اللي هي الجمعيه الامريكيه لعلم النفس اللي اشرف بعضويتها قالت ان اي حد بيمارس اي اساءه زوجيه او اي عنف اسري هو يقع تحت طائفه اصحاب اضطرابات الشخصيه. اوكي. الاي اف تي اي اللي هي الجمعيه الدوليه للعلاج الزواجي والارشاد الاسري اللي برضو اشرف بعضويتها قالت ان اي زوج او اي زوجه يتعرضوا الاثنين لاي اساءه من احد الطرفين نفسيه او بدنيه حتى التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي يستلزم علاج نفسي للطرفين ببرنامج علاجي للمشكلات الزواجيه بدون ادويه او عقاقير طبيه. اوكي. سلوكي. طيب. يعني كده. سلوكي. احنا كباحثين لمسنا ده ازاي؟ انا لمسته ازاي في كل الدول اللي بشوفها بكل الحالات اللي بقابلها؟ لقيت ثلاث متغيرات ليهم علاقه باللي حضرتك بتقولي. نمره واحد، ارتفاع معدل الطلاق بشكل كبير جدا. اللي وصل دلوقتي لحاله طلاق كل ست دقائق بواقع 240 حاله طلاق يوميا. او السبب الثاني انحصار عدد كبير جدا من حالات الطلاق دي في السنه الاولى من الزواج، أو بعد مرور عمر كبير من الزواج. يعني إما تستغربي إن إزاي دول اتطلقوا في أول سنة، صح، بعد 30 سنة، أو إن بعد 30 سنة إيه اللي خلاكي صابرة كل ده. صحيح. السبب الثالث أو الملاحظة الثالثة اللي لاحظناها هو زيادة عدد الإصابات بالاضطرابات النفسية والسلوكية عند الأبناء تحت سن 12 سنة وتحت سن 18 سنة. شايفين فيلم مرعب. ممتاز. طيب الكلام ده بيحصل ليه؟ لأن ناس كتيرة جدا مش عارفة يعني إيه زواج، فبالتالي مش فاهم المصطلح بناء عليه، مش عارفه المشن اللي هي داخله عليها، مش فاهمه المهمه. عشان كده عملنا برنامج علاج لطيف اسمه روشته زواج. الهدف من روشته زواج علاج اللي احنا بنشوفه ده،
ان انا داخل ممكن اتعرى على السوشيال ميديا علشان اشهر بحد او اشهر بنفسي جلبا للتعاطف. رب العزة سبحانه وتعالى جعل النفوس ما بين الصدور لا ترى لأنها أولى بالستر من العورات. يعني ما ينفعش أن أنا أتعرى نفسيا وأطرح مشكلة أنا مريت بيها ما بين أربع حيطان على كل الناس على الملأ إلا لما يكون في حاجة صح أنا بدور عليها. ممكن أقف هنا لحظة؟ على فكرة إحنا مش بنبخل على الست، وأنا واحدة ست يعني، مش بنبخل على الستات إن هم يقولوا أي عنف تعرضوا له، لا انا بقول ان مكانه مش السوشيال ميديا. برافو عليك. مكانه ممكن محكمه الاسره، مكانه وسط جلسه عائليه مع الاهل اهلها واهله، مكانه انها تطلب الطلاق وتنفصل، ده حقها. من اسابيع قليله لو انا غلط يعني صححني يا دكتور. بس كلامك صح جدا وعلمي جدا. من اسابيع قليله دعيت في احد الندوات اللي نظمتها وزاره العدل بالتعاون مع المجلس القومي للمراه ولقيت ان هم عاملين مجهود كبير جدا اشكرهم عليه، ومن خلال برنامج حضرتك احييهم. عاملين مكتب شكاوى كامل في المجلس القومي للمراه على مدار ال 24 ساعة لتلقي أي امرأة تعرضت للعنف الأسري أو الإساءة الزواجية ومساعدتها قانونيا في حل المشكلة أو مساعدتها نفسيا في تخطي الأزمة. عشان كده قبل ما أطرح لحضرتك برنامج روشتة زواج ممكن اللي بيسمعنا وتعرض لهذه الأزمة يستخدمه إزاي، هقول لحضرتك مبادرة عملتها من 2012 اسمها رخصة زواج. اوكي انا فاكره طبعا واحنا عملتها مع حضرتك هنا طبعا. رخصه زواج هي الغرض منها دوره تدريبيه الزاميه لكل المقبلين والمقبلات على الزواج عشان يعرفوا رايح فين هيعمل ايه. برنامج روشتة زواج ده لو كانوا اتجوزوا وتعرض احد من الطرفين للاساءه الزواجيه او العنف الاسري. طيب خلينا كده نكلم الناس بما يحملوا من مفاهيم، وبنقول ان احنا مجتمع متدين بطبعه. الإصحاح الثالث من سفر التكوين في توراة موسى قال ولرجلك يكون اشتياقك، ما قالش لذكرك. وأشرف أني كنت مع حضرتك من أوائل الناس اللي فرقوا ما بين الرجولة والذكورة، وأسعد صحيح. جدا أن المصطلح ده ناس كتيرة بتقوله حتى لو مش بتنسبه ليا، بس يعني فرحان بزيادة الوعي. أن كل راجل هو في الأصل ذكر، بس مش كل ذكر يقدر يكون راجل. يعني الذكر ده نوع، الرجولة صفات، وده اللي قاله سيدنا موسى في توراته. كمان رسالة بولس الرسول في الكتاب المقدس من أجل ذلك اللي هو الجواز، فليترك الرجل أباه وأمه أقرب اثنين لي، وليلتحم بجسد آخر ليصير كيانا واحدا، يكملوا مع بعض. صحيح. شوفي الموضوع قد ايه مهم، يعني انت داخل على ميشن مهمة جدا في حياتك. طيب عندنا في الإسلام ومن آيته من علامات ان هو رب، أن خلق لكم من أنفسكم منك حاجة زيك أزواجا لتسكنوا إليها مش معها، وجعل بينكم أيمة ومهر، لا مودة ورحمة. صح مش كده؟ مظبوط. الآية دي ختمها بإيه؟ علشان نتفكر لعلهم يتفكرون. ما قالش لعلهم يعلمون، ما قالش لعلهم يقنون، قال لعلهم يتفكرون. التفكر هنا ببساطة يعني إيه؟ يعني إيه خلق ليا من نفسي زوجة ألجأ ليها واسكن ليها ما اسكنش معاها؟ جدنا آدم لما كان في الجنة لوحده وابتدى ينتابه هذا الشعور المؤلم بالوحدة، ربنا ما خلقلوش مجموعة من الأهل تنصره ولا جمع من الأصحاب يونسه، خلق له امرأة واحدة بس منه كانت هي العالم بتاعه. صح. طيب الناس اللي فاهمة إن الجواز هو علاقة ممكن تنحصر في شكل جسدي، أنت إنسان والإنسان مكون من جسد ونفس وروح، تركيزك على هذا الجانب الجسدي يعني أنك لم تتعدى مرحلة اختلافك ما بينك وبين مخلوقات أخرى عندها جسد وعندها رغبة برضو. صحيح. لذلك شوف الإبداع الفظيع اللي كل الأبحاث العالمية اللي اتعملت في العلاجات الزواجية والأسرية في الحديث النبوي الفظيع اللي هو ما يعرف بالتقديم. شوف الآية بتقول إيه، نسائكم حرث لكم. أنا مش بفسر القرآن، بس في حسب دراستي إن الحرث زي ما بنشوف في الريف زرع. أيوة بالظبط، بشيل حاجة وأحط حاجة ما برميهاش كده وخلاص. صحيح. لا أنا بشيل وأحط مش كده؟ فأتوا حرثكم أن شئتم، والآية لم تنتهي، وقدموا لأنفسكم برضو لم تنتهي، واتقوا الله. يعني لو ما عملتش اللي فات أنت مش بتتقي الله كفاية. طب شوفي النبي أكبر وأهم معالج نفساني عرفته البشرية،
لما سألوه عن التقديم، يعني إيه وقدموا لأنفسكم؟ قال لك لا ينكب أحدكم على زوجه كما تنكب البهيمة على بهيمته، بل اجعلوا بينكم رسول. قالوا وما الرسول؟ قال القبلة أو الكلام. إن أنا بتكلم أو بقرب. صحيح. وده الفرق ما بين الجنس والتناسل. بالظبط. إن العملية التناسلية هي عملية توافق الجسد، أما باقي مكونات الإنسان الأخرى النفس والروح ما جاتش عندهم، ما وصلت لهمش. وفي حديث إن كان ضعيف ولكن يجوز الأخذ به، إذا ما قال الرجل لامرأته هاتي يدك إيدك تساقطت ذنوبهما قبل أن يلتقيا. وفي الإصحاح العظيم اللي جه برضو على لسان بولس الرسول في إنجيل متى، احنوا على ضعفاء نفوسكم وكونوا أرحم بهم من ضعف نفوسهم. إن أنا لما أخش ولاقيها موجودة ما أطلبش منها إنها تبقى واقفة كده، واسألها بمنتهى الإهانة، أنت كنت قاعدة طول اليوم بتعملي إيه؟ طب في سؤال بقى دلوقتي، لما يبقى في التباس في الموضوع وبدأ الموضوع يبقى في خلل في العلاقة دي، ويبدأ في طرف مش سعيد بالعلاقة دي، هل يعتبر ده في الوقت ده اغتصاب زوجي؟ يعني ما هو في طرف مش راضي وطرف عنده الرغبة، ف يعني كمل بقى يا دكتور. اغتصاب في اللغة هي ان انا اخد حاجة مش بتاعتي. اوكي. بدون رضا الطرف الاخر. كويس؟ الامر هنا مش بس متعلق بالاذى اللي واقع على الشخص اللي اتاخد منه حاجة بدون رضا. ده متعلق كمان باللي ألحق الضرر بحد تاني. هل هو سوي نفسيا بنسبة ما؟ لا. يعني أظن برضو أن الموضوع هنا فيه شك. لا ده مظبوط ولا ده مظبوط. إذن اللي بيمارس هذا الفعل أنه ياخد حاجة مش بتاعته أو بطريقة لا تليق بالطرف الآخر هو عنده درجة من اللا سواء. واللي بيسمح بتكرار هذا الأمر أن يكون أداة بيحصل عليها الطرف الآخر بعدم رضا كامل منه هو برضو عنده درجة من اللا سواء. لذلك العلم أشار لأنه في حالة وجود خلل في هذه العلاقة نلجأ للتوكيل. يعني حضرتك عربيتك بتهتم بيها لأنها بتنقلك من مكان لمكان، بتوديها التوكيل. موبايلك بتهتم بيه لأنه هو اللي بيحفظ ليكي. التوكيل هنا يبقى الطبيب النفسي أو الاستشاري؟ التوكيل هنا يبقى المعالج النفسي. أوكي. لأن الأمر ملوش علاقة بطب النفسية والعصبية لأنه مش هيتخذ فيه أدوية. احنا عارفين طبيب النفسية والعصبية دول أساتذتنا، ولازم يكون من ضمن فريق العلاج، وهو اللي بيدير فريق العلاج من الناحية الدوائية. لكن هنا تديله دواء يعمل ايه؟ ده بيحتاج برنامج علاجي زي اللي في ايد حضرتك. هنتكلم دلوقتي على ثاني أكسيد الحنين. طبعا ده إصدار رائع لدكتور أحمد هارون، وفي زي ما نقول إيه، في الروشيتة برضو التقديم. التقديم هو كله قايم على مسألة على التقديم، قدموا لأنفسكم. لكن عايزة أسأل، مش أولى إن قبل ما نروح للاستشاري النفسي إننا نقول مثلا للقرايب القريبين قوي مننا اللي ما بنتحركش منهم، حد يكلم الزوج، حد يكلم الزوجة لو هي اللي بتمتنع، ولا ايه رايك يا دكتور؟ للاسف اللي حضرتك بتقوليه رغم ان نيتك فيه صادقه جدا الا انه خطير جدا حدوثه. احد السيدات اللي سالتها قلت لها انت كنت بتاخد راي مين؟ ما فكرتيش تلجئي لحد؟ قالت لي كنت بسال جارتي في وشي قصادي على طول، كان عندها نفس المشاكل بتاعتي. أوكي. قلت لها ايه مؤهلاتها؟ قالت لي اتطلقت 3 مرات فعندها خبره كبيره. يا نهار اسود، عندها خبره في الطلاق مش اذا المساله هنا في قانون الاكتشاف. كل طرف من الاثنين عايش مع بعض، ما يعرفش الطرف الاخر وما كانش عايش معاه قبل كده. قانون الاكتشاف من أهم بنوده الإتلاف. كل ما يحاول يكتشف يتلف في الطرف الآخر. لما يروح للتوكيل يقول له خد بالك إن ده المدخل بتاعه كده. 1 و2 و3 وده المدخل بتاعه 4 و5 و6، بيسهل عليك الطريق ويخليك تحافظ على الشخص التاني وتستمتع بعلاقتك بيه بمجهود أقل في وقت أطول. ثاني أكسيد الحنين، أنا وقتي انتهى للأسف، بس أنا عايزة نقول للناس وهي بتقرأ ثاني أكسيد الحنين حضرتك إيه أهم النقط اللي بتشير إليها في الإصدار ده؟ ثاني أكسيد الحنين كل دلالته بيقول إن القوامة تكليف وليس التشريف. إن الراجل ربنا خلق إيده أكبر عشان تحتوي أكتر، إن حتى لو هي مش فاهمة أنت تفهمها، ولو مش قادر تستعين باللي يفهمها من أهل التخصص. ثاني أكسيد الحنين إنك لما تلاقيها تعبانة تحترم ده، لما تلاقيها مش عايزة تقدر ده، لما تلاقيها مش فاهمة توضح ده، تاخد بالأسباب عشان النبي كان يأخذ بالأسباب حتى يقول الصحابة أين التوكل على الله. ثاني أكسيد الحنين قايم على فكرة إنك تحترم حتى الرفض. حتى لو قالت لك أنا متضايقة مش عايزة زهقانة ملانة، قالت لي مجهدة متعبة
منهكة أعمل إيه؟ أقول لها أنت قاعدة بتعملي إيه من الصبح؟ قالت لي أما لك أن ترقيني؟ فقلت لها بلى، وقلت في نفسي تلك هي فرصتي وتمكيني. فمسحت على شعرها مهمهما بسم الله أرقيكي، بسم الله أرقيكي، لا شيء يسكن فيكي إلا قلبي إذا ما احتواك. الله الله الله، يا ريت بس إيه يعني الأزواج يبقوا رومانسيين جدا كده. طبعا دكتور أحمد هارون أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومرة تانية يعني إحنا نلجأ للمتخصصين بجد. وبما أننا بقى بنتكلم على التخصص، فكمان فقرتنا بعد الفاصل هيكون معانا فيها دكتور دعاء سهيل، هتكلمنا عن أحدث الوسائل الخاصة بفقدان الوزن بكل سهولة بعد الفاصل في ست الستات. وصلنا مع حضراتكم لفقرة الرشاقة والجمال، وكده ده بتبقوا عارفين على طول ان معانا النهارده دكتور دعاء سهيل وجاية بضيوفها. الأول هقول لكم دكتور دعاء مستضيفة يعني الأستاذ يحيى، والأستاذ يحيى ده قدر يخس من 135 كيلو وصل 78 كيلو، ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم، في 6 شهور يعني 57 كيلو. تخسيس طبعا ده يعني شيء رائع وبيغير المظهر تماما. خلونا الأول نبدأ ونرحب بضيفتنا دايما دكتور دعاء سهيل، دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، وصاحبة مبادرة أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء، وأول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، ومؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي. برحب بيكي ومنورانا في الاستوديو بتاعنا الجديد دكتور دعاء. أهلا حضرتك، ببارك لك طبعا، الديكور جميل جدا. الله يخليك، واحلى ما في حضرتك. الله يخليك، انت احلى ضيفه. يا رب يطول بعمرك. دكتور دعاء كالمعتاد المفاجآت معاكي ما بتنتهيش، وخليني ارحب كده بالاستاذ يحيى اللي حضرتك مستضيفه لنا النهارده. اهلا وسهلا يا فندم. كم كيلو؟ 57؟ 57 كيلو. 57 كيلو. اه. قبل ما ندخل على طول في الفقره، الاستاذ يحيى طبعا انتوا مش هتفتكروا، انا يعني افتكرت بصعوبه، كان بيكلمني انا ودكتور دعاء على الهوا في حلقه من الحلقات. أيوه. بالظبط. دكتور دعاء اتفضلي الاول كده، ابدأي وقولي لي يعني استاذ يحيى عنده 53 سنه، ربنا يديله الصحه وطوله العمر يا رب، و135 كيلو. اول لما سمعتي المعلومات الخاصه بيه ايه اول حاجه خطرت ببالك؟ خلينا نتكلم من مستر يحيى، يعني بيسمعنا سنه ومش مقتنع بالمعادله بتاعتنا. ايه هاكل وهخس؟ ايه الكلام ده؟ ولذلك أنا بعتبر مستر يحيى من أفضل ما جنت ثمار المبادرة اللي أطلقتها في 2021 أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء. أيوة شباب، 53 سنة، إذا أنا بتمتع برشاق بقوام رشيق خلاص بالظبط، كل حاجة هتبقى متظبطة طبعا. زائد هو ما شاء الله خس معانا 57 كيلو في 6 أشهر، 6 كورس بس، فده الحمد لله، اللهم لك الحمد لك الشكر، نتيجة رائعة. لازم أفهم تفاصيله عشان أقدر أساعده. يعني راجل بينزل لشغله، معظمنا واللي بينزل للشغل ما بيبقاش عنده كنترول ياكل ايه الكالوريز العاليه وايه الحاجات المناسبه. يعني لو شفنا صورته قبل، احنا شايفينها على الشاشه يعني، انا مش قادره اصدق ده. حضرتك اصبحت انسان يعني مش تاني تالت. يعني وصلت لمعادله غريبه. دكتور دعاء بتقول قعدت سنه تسمعنا وطبعا تتابع دكتور دعاء في كل البرامج، وما كانش عندك الاحساس ان انت يلا ابدا دلوقتي؟ الكلام ده صحيح، انا قعدت بتاع سنه او اكثر كمان من سنه ان انا اتابع. ايه اللي كان قلقك؟ ايه اللي كان مخوفك؟ ازاي انا اكل واخس؟ فدي معادله صعبه فعلا حقيقي، يعني ازاي تاكل وتخس؟ ليك تجارب قبل كده في انك تخس؟ دايت قبل كده ورجعت على طول. كنت بتعملهم لوحدك ولا لا مع دكاتره؟ مع دكتور برضو. بس ما كنتش باكل كل حاجه. اوكي. محروم. فلما المعده كانت بتفتح بتفتح بقى. بتزهق بقى بيضه وربع رغيف. وانا طبعي لما بزعل باكل. كل الناس بزعل باكل. ايوه صحيح. بفرح ياكل يا ما اكلش، فده مش مشكله يعني. انت خسيت حضرتك كل ده في 6 شهور؟ في 6 شهور، في 6 كورس. في 6 شهور 57 كيلو. 57 كيلو مع طيب. استاذ ناجي خبير التغذيه من فريقي، مع دكتور ناجي اللي انا بشكره طبعا، وتعب معايا
وطبعا الدكتوره الخبيره العالميه الدكتوره دعاء. انا عن نفسي انا بقول لحضرتك انا مش مصدق نفسي. ونجاح المبادره ونجاحي انا من ضمن المبادره دي ان انا قاعد مع حضراتكم هنا. ايه بقى اللي زقك الزقه دي انك انت تاخد القرار؟ يعني خلاص بعد سنه تردد انا هكلم دكتوره دعاء وهخس. تمام. جالي في شهر 4/2020 دور تعب التهاب رئوي بكتيري حاد. صرفت كتير ورحت لدكاتره. مش كورونا يعني؟ مش كورونا. بيقول كورونا ومش كورونا. هي مش كورونا. اوكي. هي مش كورونا. سبحان الله. سبحان الله. هو ربنا رايد كده عشان انا ارجع للوضع ده. دي حاجه بتاعت لما ربنا. عيد حصل لك ايه بقى؟ حصل لي ايه بقى؟ رحت لكذا دكتور اخد علاج وكله مصاريف كتير و الى اخره. وفي النهايه ربنا هداني بقى. جيت في اخر شهر 9. شوف حضرتك من شهر 4 لحد شهر 9 وانا بعاني. بدات بقى وجات لي المدام قالت لي خلاص. قلت لها طب ما معيش فلوس. قالت لي انا هجيب لك الكورس على حسابي. لا بس ايه دخل ده بالالتهاب الرئوي؟ ما انا جاي لحضرتك. جاي لحضرتك. اخدت الكورس. اول كورس بدا النهجان صعوبه ينزل. التنفس طبعا. اوكي. بدا العادات السيئه في انا تروح. مش قادر اخد نفسي. نهجان. مش عارف انام. مش يعني مش عارف امارس اي حاجه. على فكره ده من غير التهاب رئوي في حياتي صعب. هو لما جاله التهاب رئوي وفي خلايا دهنيه فادى الى صعوبه التنفس. بلس ان لمن يعاني من زياده الوزن وهو نايم ما بيعرفش ينام النوم العميق. دايما النوم متقطع واوقات كتير يبقى فيه شخير حميد يسببه زياده الوزن. عايزين نتفق ان من يعاني من زياده وزن فمناعه ضعيفه. صح. اي شيء بيبقى انسان هش. اما باجي اتكلم عن زياده الوزن واقول للناس انا مش بخلي الناس تخس او بساعدهم في فقدان الوزن علشان الشكل العام مع ان الجمال مطلوب. طبعا. ولكن صحيح. انا عارفه مدى خطوره الخلايا الدهنيه على اعضاء الجسم اذا انا تركت الموضوع ده. يعني عندي زياده وزن وساكت. اللي بيبقى بيتمتع بجسم رشيق ده بيكون مناعة قوية. الأجهزة اللي داخل البطن اللي أهم أجهزة في جسم الإنسان بتقوم بدورها على أكمل وجه. صح. مستحيل هذه الأجهزة يعني تعمل في ظل وجود خلايا دهنية بنفس الكفاءة. فهو بيقول التهاب رئوي عشان هو المرض لوحده مخليه تعبان وبينهج. فأنا كمان بعاني من زيادة وزن. فالنفس عندي صعب. فيلا بسرعة افقد وزني علشان لما يجي لي اي مرض لا قدر الله وربنا يديله الصحه يا رب وطولة العمر يبقى ما يبقاش هو بيعاني اكثر من المعاناه للالتهاب. الالتهاب لوحده. صح. يعني الالتهاب لوحده مخليه سبب له كتمه نفس وهو نايم بقى وكمان في خلايا دهنيه تعبه. طبيعي جدا ان هو يفكر في فقدان الوزن. استاذ يحيى عايز اعرف بقى المراحل. يعني اول شهر خسيت فيه قد ايه؟ اول شهر انا نزلت فيه بتاع 10 كيلو. 10 كيلو. كنت بتاكل ايه ولا ايه اللي اتغير في نظامك الغذائي؟ اول اسبوع نزلت 5 كيلو. 5 كيلو. 5 كيلو. اول اسبوع. بعد كده ايه بدات بقى ايه تاني اسبوع لقيت الايه الميزان ثابت. اتصلت بالدكتور قال لي افصل يومين عشان عندك سموم. انا مش فاهم يعني ايه سموم. مش فاهم يعني يعني ايه افصل يومين. لازم اعتقد خضر خضروات. لازم تفصل بيومين اخضر او يومين فاكهه. ويكون او ممكن اسمع دي معلومه جديده بقى. طبعا ماليش قبل كده بعملها. ده بيكسر ثبات الوزن. اذا حدث عندنا ثبات الوزن فبسرعه لازم المعده ليها عقل. فلازم الخبط عقل المعده. انت مش هتاخدي اللي انت معتاده عليه يوميا. انا هديكي خضروات وفواكه ده علشان انظف انقي الجسم من السموم اللي فيه. لازم اكسر ثبات الوزن ده بالشيء الاورجانيك اللي هو الصحي. فما فيش اكتر ولا اصح من الخضروات والفاكهه والعصير الفريش وكده. يومين كده. والناس اللي ما بتقدرش على اليومين دول ممكن ادخلهم قطعه بروتين في النص. وكمان البروتين بيعلي معدل الاي. طبعا. فانا كده هفصل وهكسر ثبات الوزن وارجع تاني. اي حد في بدايه فقدان وزنه سواء بيعمل دايت سواء متبع حمية غذائية معينة سواء بياخد الكورس سواء بأكيد بينزل في البداية بالنسبة عالية. بعد كده يبتدي ينزل أقل فأقل. ليه؟ لأن في الأول بيكون في دهون سهلة. الدهون الأحادية والثنائية وعلشان كده الجسم بيتخلص منها بسرعة. وتتراجع للخلف الدهون الثلاثية ودي الدهون العنيدة اللي موجودة داخل الجسم ذات العمر الطويل. الموضوع مش سحر ولكن انت فهم سيكولوجية مريضك وبناء عليه هتقدر تساعده في فقدان الوزن بالطريقة اللي تتناسب
معاه. استاذ يحيى بيحب الاكل. استاذ يحيى حاله حال كل المصريين. حاله حالي، حالك، حال اي حد بيتكلم. فازاي ان هو ليه كان بيتوقف قبل كده؟ علشان كان الدكتور اللي شغال معاه شغال معاه بمدرسه الكميات وليس النوعيات. النوعيات وليس الكميات. وطبعا اكيد ده دكتور برضه بيشتغل بطريقه صح، ولكن هذه الطريقه لا تتناسب مع نفعتش مع الاستاذ ما تنفعش مع كل الناس. انا لازم انا يعني بطريقتي الحمد لله اللي نجحت بالافات مؤلفه من البشر انهم يفقدوا الوزن، طريقه الكميات محشي اتفضل كل محشي ولكن بنسب قليله معتدله. انت من البدايه ما عندكش الكنترول تاكل بنسب قليله معتدله. لازم انا افهم ان انا اديك كورس يعمل على ايه هذا الكورس، ان انا الكورس ده يقلل له الكميات الشهيه خلاص تهدك. ان هو الصبح ممكن يفطر فول بس مع نص ساندوتش خلاص هو تمام. يجي في الغداء بالليل مش لاقي شهيه خالص، ده بيعمل ايه؟ بديله 5 مللي جرام من البسيليوم. وده نجح معاه كورس الاناسيليوم لان ما شاء الله انه يفقد كل هالوزن الكتير يعني ما شاء الله. واديله نسبه 60% من الجرساني. النسبه دي كافيه ودي النسبه المصرح بها دوليا. دي تعمل ايه النسبه دي بقى؟ دي بتهاجم انزيم الياز داخل الجسم. وبتمنع تكوين خلايا دهنيه جديده. لاني اوريدي عايزه اتخلص من القديمه. وكمان يطلق على عشب الجارسينيا ان هو مانع للشهيه، فانا منعت شهيته، اديته الياف عاليه، وكل الدراسات الحديثه بتقول ان الياف البسيليوم او السيليوم لان الاثنين صح، دي الالياف اللي المعده بتقدر تحتفظ بيها من 12 ل 14 ساعه وعلى طول عطشان عطشان عطشان. مفيش مكان بقى في المعده لحاجه ثانيه. فالميه بتساعد الفايبر ده انه يكبر ويعلى وياخد حيز كبير داخل المعده، وبالتالي يتبقى عنده نسبه بسيطه من المعده فما بياكلش كتير. وعشان كده الحمد لله نجحنا مع ما شاء الله. استاذ يحيى حضرتك بتشتغل يعني شغل مكتبي ولا شغلك فيه حركه؟ الشغل فيه الحركه ما يعني ما تخسسش وما فيهاش عرق يعني. اوكي. ما فيهاش مجهود. يعني شغلك ما فيهوش مجهود. ما فيهوش مجهود. فانت اعتمدت بس على النظام الغذائي. موظف يعني قاعد معظم وقتك في مكتبك. طيب انت قبل كده ما كانش عندك اي معاناه من امراض مثلا كوليسترول، الضغط، الحاجات دي؟ لا لا ما كانش فيه حاجه، بس انا من السمنه كان بيجي لي صداع على طول، فكل ما اروح الاقي الضغط عالي. كان ضغط عالي، ضغط لكن عالي، ضغط بعد عالي. ما فقدت الوزن الكتير الحمد ده لله الحياه طبيعيه 100%. ما شاء الله 100%. دكتور دعاء، يعني استاذ يحيى 53 سنه، هل كان في اي مخاوف بالنسبه لحضرتك؟ لا، فانك هتتعاملي معاه ازاي؟ لا، الراجل بيختلف عن الست. الراجل عنده الكتله العضليه اكبر، فنسبه الحرق عنده على مدار عمره وربنا يديله العمر لا تتضرر، ولكن السيده تختلف. السيده من ال 30 لل 40 كل سنه كده بتفقد تدريجا القدره على حرق 50 سعره حراري، هنا الكتله العضليه اكبر فهنا الحرق عنده اعلى فما عندوش مشكله. كل المشكله اللي كانت عند مستر يحيى اللايف ستايل وحبه للاكل وشهيه عاليه وبيشتغل الشغل ما فيهوش الحركه اللي بيها يقدر يفقد وزن. النهارده مستر يحيى بيروح الجيم. خلاص الحمد لله. رحت الجيم؟ كان قبل كده صعب. لا يمكن قبل كده، لان في رياضه بتكون ضاره على الجسم، مش كل رياضه بتنفع لكل الناس او تكون مناسبه. 135 كيلو هيلعب رياضه ده ممكن فكل ده وزنه حمل على العظام واكيد هيكون تعبان. لكن النهارده مع فقدان الوزن بيكون هو بقى انسان جديد طبعا. انا قادر اعمل لايف ستايل جديد لنفسي. مش هرجع تاني للتجربه المريره يعني. اللي حواليك بقى المدام الاول وحضرتك عندك اولاد؟ انا معايا الكبيره بتاعتي 18 سنه، سنه وعام السنه دي ان شاء الله. ما شاء الله. ومعايا يوسف تاني اعدادي. قالوا لك ايه؟ مذهولين طبعا بيا، بس خايفين ان انا ارجع بتاع. فبس المبادره دي بصراحه. لكن وقت ما كنت بتعمل الكورسات او بتاخد الكورسات غيرت اي حاجه في اكل البيت ولا هم يعني عادي حياتكم ماشيه عادي وحضرتك بس اللي ايه؟ ما فيش اي اختلاف خالص، لان انا باكل كل حاجه. بس انا ثقافتي دلوقتي ببدا بطبق السلطه في الغداء. اوكي. طبق دي اول حاجه اتغيرت. طبعا. ايه كمان اتغير؟ الميتي جنبي على طول بدل الازازه 2 و3 و4. احلى حاجه. بدل بمشي ازازه، اجي هنا ازازه، هنا معايا الميه. ثقافتي اتغيرت. اوكي. الاول زعلان اكل، دلوقتي انا زعلان لا مفيش اكل.
خلاص النفس يتقفل. ربنا ما يزعلك ابدا لا بالاكل ولا من غيره. يعني مثلا يعني ثقافه حياتي اتغيرت. وقفت بقى كده خلاص كورسات ولا بتثبت ولا ايه؟ الدكتوره قالت لي في شهر واحد اللي فات في المكالمه معلومه جميله جدا جدا انا فاكرها مش ناسيها. قالت لي العظام لا اذا كانت تتحمل الوزن خلاص هنعتمد على الله ونكمل. فانا حضرتك من اتنين كورس فاتهم المدام عايزانا اثبت. ودكتور دعاء دايما يعني بخبرتك بنشوف الحالات دي وبنستعجب، لكن لما نفكر في الموضوع نلاقي ان فعلا ما فيش استعجاب، لان كل دي اسس علميه يعني دايما بتقوليها لنا وبنستفيد كلنا منها. بشكرك ميرسي على استضافه حضرتك. شكرا وبشكر مستريح انه جيت مشوار الطويل ده. انا اللي بشكر حضرتك بصراحه، وبشكر قناه صدى البلد، وبشكر المؤدين، وبشكر كل حد تعب بشكر مع حضراتكم دكتور دعاء سهيل، دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، وصاحبة مبادرة أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء، وأول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، ومؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي. شكرا جزيلا دكتور. وبشكر كل اللي تابعنا النهاردة، أشوفكم الحلقة الجاية يا رب على كل خير. باي.